الرئيس السيسي يتلقى التهاني بمناسبة العام الميلادي الجديد من كبار رجال الدولة وأعضاء الحكومة. مدبولي يعلن موافقة الرئيس السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة ويترأس أول اجتماع للجنة إعداد مؤتمر ترويج الاستثمار. بوتين يشرف على بدء تشغيل سفن حربية وغوصتين نوويتين ويتعهد بإنتاج المزيد. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري. أهلا بكم. بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد. وأكد رئيس مجلس النواب أن السنوات القليلة الماضية شهدت سيلا من المشروعات العملاقة التي فاقت قدرات الكثير من المتابعين، لتثبت للعالم أن مصر ستبقى دولة رائدة وقائدة تلتف حول رئيسها تنفذ معه مشروع حلمها الكبير. هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأطيب التهاني القلبية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد. كما هنأ أعضاء الحكومة وجميع المسؤولين في مواقعهم وجموع الشعب المصري العظيم بهذه المناسبة. وفي الوقت نفسه وجه مدبولي التهنئة لأبنائنا من المواطنين المسيحيين داخل مصر وخارجها بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يكون العام الجديد عام خير ونماء على هذا الشعب العظيم. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023. وأكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن رجال القوات المسلحة يعربون عن أسماء آيات الاعتزاز والتقدير لما يتم تقديمه من عطاء وإنجازات بقيادة الرئيس السيسي نحو التقدم والازدهار والحياة الكريمة في جميع ربوع مصر، مؤكدين عزمهم على الوفاء بالمسؤوليات والمهام المكلفين بها للدفاع عن الوطن أرضا وشعبا. يأتي ذلك بينما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بهذه المناسبة. بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد. وقال وزير الداخلية في برقية التهنئة: إننا ونحن على أعتاب هذا العام الجديد تتواصل مسيرة العمل الوطني في جني ثمار العمل وحصد بشائر الأمل في غد مفعم بمظاهر النصر المبين، وتتكامل حلقة التخطيط لمستقبل التحديات بعزيمة وإرادة لا تلين. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة بهذه المناسبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد. وهنأ وزير الداخلية القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات. وخلال الاجتماع كشفت الحكومة عن تنفيذ حزم تمويلية بقيمة 13 مليار و700 مليون دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف وثنائيين، والتي تعمل على تعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات، كما تسهم في تحفيز الشركات بين القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب دعم خطط التحول
إلى الاقتصاد الأخضر. كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على عدة قرارات، منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان وإعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. كما وافق المجلس على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية. كما اعتمد المجلس الآليات الخاصة بمحفزات انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا محفزات حصول الموظفين على وحدات سكنية سواء في مدينة بدر أو بالحي السكني الثالث بالعاصمة الإدارية. كما أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات. وخلال الاجتماع أوضح مدبولي أنه سيتم تشكيل اللجنة العليا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة برئاسته وعضوية عدد من الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمدير التنفيذي للصندوق السيادي ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بحيث تتولى اللجنة مهام تنفيذ سياسة ملكية الدولة وفق برامج زمنية محددة مع تذليل جميع التحديات التي تواجه التنفيذ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الأول للجنة المعنية بالإعداد لمؤتمر ترويج الاستثمار، وأوضح مدبولي أن الاجتماع يهدف إلى البدء في الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر المقرر عقده العام المقبل للترويج للاستثمارات في مصر، مشيرا إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يمثل أحد أبرز مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي تم عقده مؤخرا. ووجه مدبولي بأن يتم الإعداد لهذا المؤتمر على أعلى مستوى وإعداد الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها مع دعوة أكبر المؤسسات العالمية وبنوك الاستثمار الكبرى وممثلي الشركات العالمية وكبار رجال الأعمال، منوها إلى ضرورة البدء في إعداد أجندة المؤتمر وكذا التواصل المباشر مع المستثمرين المستهدفين.
أوضح وزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار أن المبادرات الرئاسية المتعلقة بالصحة تنفذ داخل وحدات الرعاية الأساسية، موضحا أنه سيتم تطوير آليات العمل داخل هذه الوحدات وإضافة فترات مسائية. وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، قال عبد الغفار إن مبادرة الرئيس السيسي لدعم خدمات وحدات الرعاية الأساسية تستهدف تقليل الضغط على المستشفيات. في ظل توجه السيد الرئيس للحكومة ولوزارة الصحة والسكان على الاهتمام بتقديم خدمات صحية متكاملة على قرى ومحافظات مصر بالكامل، كان هناك مبادرة السيد رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات الرعاية الأولية. طبعا الوحدات موجودة في كل محافظات مصر تقريبا بتقدم خدمات، سواء بقى كشف مبكر عن الأمراض، تعديل كل الإجراءات الخاصة بالمبادرات الرئاسية، صحة المرأة، تنظيم الأسرة، بعض النفقات أو العدالة من خلال توزيع ذوي الاحتياجات الخاصة والتطعيمات. كل الحاجات اللي بتقدم من خلال وحدات الرعاية الأساسية هي دي اللي احنا مستهدفينها. الأصل في تقديم الخدمات الصحية ان المواطن لما يكون عنده شكوى يروح لوحدة الرعاية الأولية، ثم إذا احتاج الأمر ان هو يروح لوحدة الرعاية الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة. هو ده المتبع على مستوى العالم في الخدمات الطبية، حتى لا يكون هناك إرهاق ويعني وجود في المستشفى بدون احتياج حقيقي للعمليات الجراحية. احنا هنا بنحاول نقول ان من خلال 5426 وحدة رعاية أولية على مستوى محافظات مصر كلها. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 637 قضية تموينية ومستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 390 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 67 طن. وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 271 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 43 طن. وفي مجال البيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان أسمنت. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 813 قضية، من بينها 239 قضية خبز ناقص الوزن و210 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 12 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 243 طن. شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مراسم بدء تشغيل سفن حربية جديدة وغواصتين نوويتين، وتعهد بإنتاج المزيد مشيدا بقدرات الأسطول الروسية. وخلال إطلاقه مراسم التشغيل عبر الفيديو كونفرنس، أكد بوتين عزمه تسريع وزيادة حجم بناء السفن بمختلف أنواعها وتجهيزها بأحدث أنظمة الأسلحة، مضيفا أن موسكو ستعمل كل ما من شأنه ضمان أمنها ومصالحها الوطنية في محيطات العالم. ومن بين القطع البحرية الجديدة غواصة قادرة على إطلاق صواريخ باليستية ذرية وطاردا وكاسحة الغام. أليك
товарищ министр обороны Российской Федерации. Подчеркну, мы будем повышать темпы и объемы строительства. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لن تتحدث مع أي طرف على أساس صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي. وفي تصريحاته قال لافروف أن سلطات كييف ليست مستعدة للحوار، موضحا أن صيغة السلام زيلنسكي بشأن انسحاب القوات الروسية في دونباس والقرم وزابوريجيا ودفع تعويضات من جانب روسيا هي مجرد أوهام بحسب تعبيره. прямым столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями. В соответствии с заявлением пяти держав о недопустимости ядерной войны, необходимо предотвращать любой вооруженный конфликт между странами. جددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا رفض بلادها خطة السلام الأوكرانية، ووصفت اقتراح عقد قمة في فبراير المقبل برعاية الأمم المتحدة بأنه أجوف. رفضت زاخاروفا الفكرة ووصفتها بأنها حيلة دعائية من واشنطن تحاول من خلالها مؤخرا تصوير نظام كييف على أنه صانع سلام. الحديث عن عقد ما يسمى بقمة السلام في ذكرى بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بمقر الأمم المتحدة ليس سوى حيلة أخرى من حيل العلاقات العامة من جانب واشنطن التي تحاول مؤخرا تقديم النظام في كييف في صورة صانع السلام. أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيرة بالقرب من قاعدة إنجلز العسكرية الرئيسة الواقعة على بعد 500 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية. ويعد هذا الهجوم هو الثالث خلال الشهر الذي يستهدف القاعدة الجوية الروسية التي تضم قاذفات استراتيجية وأجهزة مصممة لضرب أهداف عالية الأهمية. وكان آخر هجوم قد استهدف القاعدة الاثنين الماضي، وهو ما أسفر عن مقتل 3 عسكريين روس، وتضاربت الأنباء عن خسائر بالقاعدة. أعلنت أوكرانيا تعرضها لضربات مكثفة بأكثر من 120 صاروخا روسيا استهدفت مناطق عدة في البلاد بما في ذلك العاصمة كييف. وقال الجيش الأوكراني إن روسيا قصفت مناطق مختلفة في أوكرانيا بإطلاق صواريخ كروز من الطائرات والسفن، مشيرا إلى إسقاط 54 صاروخا روسيا تم استخدامها خلال الهجمات. أعلنت السلطات البيلاروسية عن سقوط صاروخ أطلقته أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية في بيلاروسيا. وأفاد بيان لوزارة الدفاع البيلاروسية بأن الصاروخ تم إطلاقه من نظام دفاع جوي من طراز S-300 من الأراضي الأوكرانية قبل سقوطه في بيلاروسيا. وأشار البيان إلى احتمال انحراف الصاروخ عن مساره ما أدى إلى سقوطه عن طريق الخطأ في البلاد، أو احتمال إسقاط الصاروخ من قبل قوات الدفاع الجوي البيلاروسية. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري الجمعة اتصالا عبر الفيديو مع نظيره الصيني شي جين بينغ لبحث مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية. وأضاف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الاتصال سيشهد بحث العلاقات الثنائية الروسية الصينية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن المشاكل الإقليمية الأكثر إلحاحا لموسكو وبكين.
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إنها تأمل أن تدرك روسيا الخطأ الفادح الذي ارتكبته بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا على حد قولها. وجددت ميلوني دعم بلادها لكييف في الجهود الحربية، مشددة على أنها ستدافع عن حقوق الدولة الأوكرانية وسيادتها وحريتها. Come non ha lasciato moltissimo e anche quella è stata una scelta politica magari a qualcosa che abbiamo visto accadere negli anni precedenti in cui insomma il singolo parlamentare sceglieva o aveva la possibilità di appostare un po' di qualche risorsa su una questione specifica che gli interessava. Noi questa scelta non l'abbiamo fatta, abbiamo messo tutte le risorse che avevamo sulle diciamo grandi misure sui grandi insiemi di misure ai quali volevamo dedicarci e mi pare che il fatto che la manovra sia stata appena approvata un giorno in anticipo rispetto a quanto accaduto negli ultimi due anni, se non vado errato. حذر مديرو بنوك الطعام في بريطانيا الحكومة من تسونامي المحتاجين مع انخفاض التبرعات، بينما يستمر الطلب في الارتفاع وسط أزمة تكلفة المعيشة. وأضاف مديرو بنوك الطعام في بريطانيا أن 91% من بنوك الطعام قد شهدت طلبا أكثر هذا الشتاء مقارنة بالعام الماضي، ويلجأ العديد من أولئك الذين يعملون في وظائف منخفضة الأجر إلى الجمعيات الخيرية للحصول على المساعدة، مع تحذير النقابات من أنه حتى بعض العاملين في القطاع العام في حاجة ماسة للمساعدة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة. انخفض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى له في 8 أشهر مقابل الدولار نتيجة العقوبات التي تستهدف النفط والغاز الروسي، ما يحد من عائدة التصدير. وهبط الروبل بنسبة 9% مقابل الدولار إلى 72.83 روبل، وهو أضعف مستوى له منذ 27 من إبريل الماضي. كما تراجع روبل بنسبة 7% إلى 76.93 مقابل اليورو، وبنسبة 6% أمام اليوان إلى 10.31 روبل. وفقد روبل نحو 15% من قيمته مقابل الدولار منذ دخول سقف الأسعار حيز التنفيذ في 5 ديسمبر. أكد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس ديجونيست إن منطقة اليورو تواجه وضعا اقتصاديا صعبا للغاية، وهو ما سينعكس على الأفراد والشركات. وأضاف نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي أن معدل التضخم المرتفع في أوروبا تتزامن مع التباطؤ الاقتصادي والنمو المنخفض. أوضاع صعبة للغاية يعيشها الاقتصاد الأوروبي عامة ومنطقة اليورو بصفة خاصة، هذا ما أكده البنك المركزي الأوروبي، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس على الأفراد والشركات، حيث طالبهم بالتحلي بالحذر والتركيز على الآفاق طويلة المدى. وبحسب المركزي الأوروبي فإن حالة عدم اليقين الحالية بشأن مخاطر الركود تجعل من الصعب على الشركات ورجال الأعمال توزيع استثماراتهم أو تعزيزها. المركزي الأوروبي أرجع الوضع الاقتصادي المتأزم إلى ارتفاع معدلات التضخم في جميع أنحاء أوروبا والتي تتزامن مع التباطؤ الاقتصادي والنمو المنخفض. وللسيطرة على التضخم في منطقة اليورو الذي سجل نسبة 10.1% في نوفمبر الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة 4 مرات هذا العام لتصل إلى 2%. حجم زيادة معدلات الفائدة من جانب المركزي الأوروبي يتم تحديده وفقاً لتطورات البيانات الاقتصادية في كل اجتماع بشكل منفرد. ويتوقع المركزي الأوروبي أن تعاني منطقة اليورو من ركود قصير الأجل قبل أن يبدأ الاقتصاد بالنمو مرة أخرى في الربع الثاني من العام المقبل. بدأ موظفو الجوازات بالمملكة المتحدة جولة جديدة من الإضرابات بسبب إصرار الحكومة على رفض مطالبة النقابة بزيادة الأجور لتعويض أثر التضخم المرتفع. وشارك موظفو الجوازات في العديد من المطارات البريطانية في الإضرابات بما في ذلك مطار هيثرو في لندن. هذا ومن المتوقع أن تستمر الجولة الجديدة من الإضرابات حتى ليلة رأس السنة الجديدة، إذ تم إحضار أفراد عسكريين لتغطية بعض الوظائف الشاغرة.
أغلق مؤشر نيكي الياباني على تراجع بعدما هبط لأدنى مستوى في نحو 3 أشهر خلال الجلسة، مقتفيا في أعقاب الأداء الضعيف لبورصة وول ستريت بالولايات المتحدة. وأغلق المؤشر نيكي منخفضا بنسبة 93% بعدما وصل خلال التداولات إلى أدنى مستوى له منذ 3 أكتوبر. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 72%، وضغطت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشر نيكي، وسجل 34 سهما على المؤشر نيكي ارتفاعا مقابل تراجع 182 سهما. وهبطت جميع المؤشرات الفرعية البالغ عددها نحو 33 مؤشرا باستثناء 2 فقط، وتصدر المؤشر الخاص بشركات استكشاف النفط التراجعات. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. تراجعت الأسهم في كوريا الجنوبية بنحو 2% في آخر جلسة تداول لها في عام 2022، وسجل المؤشر الرئيسي أسوأ أداء سنوي منذ عام 2008. وانخفض مؤشر أسعار الأسهم المركب في كوريا الجنوبية كوسبي بنسبة 1.93%، مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 25 أكتوبر الماضي. هبط المؤشر كوسبي بنسبة 24.89% في العام الحالي، وهي أول خسارة سنوية في 4 سنوات. وخسرت عملة كوريا الوون 6% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، لتواصل الخسائر للعام الثاني على التوالي بعد انخفاضها 8.6% في 2021، وتسجلها أكبر تراجع منذ عام 2008. مشاهدينا، ما زالت تتابعون معنا هذه الجولة وتتابعون فيها ارتفاع عدد قتلى العاصفة الثلجية الأمريكية إلى 60 قتيلاً، و 48 ولاية تكافح لتخفيف آثارها. وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع نظام لزرع الألغام المضادة للدبابات إلى تايوان وسط التهديد العسكري المتزايد من الصين. وقالت الخارجية الأمريكية إن النظام فولكينو وجميع معدات الصلة ستكلف ما يقدر بنحو 180 مليون دولار. كانت وزارة الدفاع التايوانية قد رصدت تهديدات الصين للجزيرة بإرسال الصين 71 طائرة وسبع سفن باتجاه تايوان في استعراض للقوة استمر 24 ساعة. عبرت الصين مجددا عن رغبتها في تحقيق إعادة التوحيد الشامل لأراضيها، وذلك في أعقاب قرار تايوان تمديد خدمتها العسكرية الإجبارية كجزء من جهود مكافحة التهديد المتنامي من البر الرئيسي. في أعقاب قرار تايوان بتمديد خدمتها العسكرية الإجبارية كجزء من جهود مكافحة التهديد المتنامي من البر الرئيسي، عبرت الصين مجددا عن رغبتها في تحقيق إعادة التوحيد الشامل لأراضيها. ومن المقرر أن تمدد الخدمة العسكرية الإجبارية في تايوان من 4 أشهر إلى عام بداية من عام 2024، حسبما ذكرت الرئيسة تساي إنغ في الوقت الذي تواجه فيه الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي ضغوطا عسكرية ودبلوماسية وتجارية من قبل الصين. المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين قال خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بكين إن تحقيق إعادة التوحيد بلاده أمر بالغ الأهمية، وتعلن الصين سيادتها على تايوان التي انفصلت عن البر الرئيسي في عام 1949 أثناء الحرب الأهلية، لكن الصين ترفض تعريف تايوان لنفسها أمام العالم بأنها الممثل لجمهورية الصين، وتؤكد بكين أنها الممثل الوحيد للصين التاريخية بما في ذلك البر الرئيسي وجزيرة تايوان، ويصر الحزب الشيوعي الحاكم على سياسة الصين الواحدة. قضية تايوان التي بدأت منذ عقود تصاعدت منذ أن قطعت الصين الاتصالات مع حكومة تايوان بعد انتخاب تسي في عام 2016، والتي ينظر إليها على أنها مؤيدة للاستقلال. هذا وقد توالت البيانات من وزارة الدفاع التايوانية عن رصد لطائرات وسفن تابعة للجيش الصيني في محيط الجزيرة بشكل مستمر، فلجأ تايبي إلى تعزيز تعاونها العسكري مع واشنطن.
قال مسؤولون في سيول إنه من المقرر أن يجري الجيش الكوري الجنوبي تدريبات لتعزيز الدفاع ضد الاستفزازات المحتملة بواسطة الطائرات المسيرة من قبل كوريا الشمالية. تأتي التدريبات بعد أن فشل الجيش في إسقاط 5 طائرات مسيرة كوريا الشمالية انتهكت المجال الجوي لكوريا الجنوبية في وقت سابق. في سياق متصل، قالت وزارة الدفاع إنها تخطط لإنفاق 441 مليون دولار على مدى السنوات 5 المقبلة لمجموعة من المشاريع المضادة للطائرات المسيرة، بما في ذلك نشر نظام أسلحة الليزر. كما وضعت هيئة الأركان المشتركة خططا لإجراء تدريبات منتظمة ودمج منصات قادرة على إسقاط الطائرات المسيرة دون التسبب في أضرار للمدنيين. في آخر تطورات الوضع في كوسوفو، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتيتش إزالة الحواجز في بريشتينا عقب الإفراج عن ضابط شرطة سابق من صرب كوسوفو. التوتر بين البلدين تسبب في مخاوف من اندلاع حرب جديدة في منطقة البلقان، فالولايات المتحدة دعت الجميع إلى ضبط النفس في الوقت نفسه الذي أعلنت فيه روسيا دعم ما تقوم به صربيا بهدف وضع للحد للتوتر في كوسوفو. خطوة من شأنها أن تهدئ التوترات بين صربيا وكوسوفو، حيث أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيشا إزالة الحواجز في بريشتينا. الرئيس الصربي اتخذ هذا القرار بعد اجتماع عقده مع زعماء صرب كوسوفو عقب الإفراج عن ضابط شرطة سابق من صرب كوسوفو تسبب اعتقاله في أزمة كبيرة بين بلغراد وبريشتينا وأثار قلقا دوليا. فوتشيش أكد أن إزالة الحواجز سيتم في غضون 24 إلى 48 ساعة، موضحا أن هذه العملية ليست بالبسيطة ولا يمكن إجراؤها في غضون ساعتين كما تصور البعض. الأزمة بين البلدين اندلعت بعد اعتقال الضابط السابق ديابانتيكا في 10 ديسمبر الجاري، وهو ما دفع إلى احتجاجات من جانب صرب كوسوفو الذين أقاموا حواجز عدة على الطرق في شمال البلاد. بانتيكا الذي اعتقل بتهمة الإرهاب بعدما زعم بالاعتداء على ضابط شرطة في كوسوفو خلال احتجاج سابق، صدر أمر بالإفراج عنه من السجن ووضعه رهن الإقامة الجبرية. اعتقال بانتيكا أدى إلى أسابيع من المواجهات المتوترة تخللها إطلاق نار وانفجارات بالقرب من دوريات لقوات حفظ السلام التابعة لقوة كوسوفو التي يقودها الناتو. التوتر بين البلدين تسبب في مخاوف من اندلاع حرب جديدة في منطقة البلقان، فالولايات المتحدة دعت الجميع إلى التزام أكبر قدر من ضبط النفس واتخاذ إجراءات فورية من أجل نزع فتيل التوتر من دون شروط. وفي المقابل، أعلن الكرملين أن موسكو تدعم ما تقوم به صربيا بهدف وضع حد للتوترات في شمالي كوسوفو التي شهدت إطلاق نار وانفجارات. أقرت الحكومة الإيطالية إجراءات تتضمن تغريم المنظمات الخيرية التي تنقذ مهاجرين من البحر واحتجاز سفنهم إذا انتهكوا مجموعة جديدة أكثر صرامة من القواعد، في خطوة قالت إحدى المنظمات إنها يمكن أن تمثل تهديدا للأرواح. وجاء في قرار صادقت عليه الحكومة أنه يتعين على هذه السفن طلب الرسو في أحد الموانئ وأن تبحر صوبه دون تأخير بعد أي عملية إنقاذ، بدلا من البقاء في البحر بحثا عن قوارب مهاجرين أخرى تقطعت بها السبل. يشهد عدد كبير من الولايات الأمريكية عاصفة ثلجية كبيرة، الأمر الذي دفع عمال الطرق والسكان لمكافحتها. كانت البداية من مدينة بوفالو بولاية نيويورك الأمريكية التي ضربتها عاصفة شتوية عاتية. بعد عاصفة ثلجية مميتة اجتاحت 48 ولاية أمريكية، يكافح عمال الطرق والسكان الذين أنهكتهم العاصفة في غرب ولاية نيويورك لإزالة الثلوج. مع استمرار تساقطها وتنبؤات بارتفاع سريع في درجات الحرارة وهطول الأمطار، مما قد يتسبب في سيول ويحول المشهد المتجمد إلى بركة. وكانت مدينة بافولو بولاية نيويورك الأمريكية والمنطقة المحيطة بها باتجاه هبوب الرياح من بحيرة
الجزيرتي إيري وأونتاريو هي نقطة البدء لموجة تجمد وعاصفة شتوية عاتية ضربت معظم أنحاء الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وخلال عطلة عيد الميلاد، وامتدت جنوبا حتى الحدود المكسيكية. وقال مسؤولون إن الوفيات المؤكدة المرتبطة بالعاصفة في مقاطعتي إيري ونياجرا بالولاية ارتفعت إلى أكثر من 30 شخصا، وواصلت فرق الطوارئ البحث عن المركبات المدفونة تحت السلوج المتراكمة والتي بلغ ارتفاعها عدة أقدام. هذا وقد أعلنت محطة NBC نيوز عن وفاة 60 شخصا على الأقل في حوادث مرتبطة بسوء الأحوال الجوية في الأيام القليلة الماضية، لكن خدمة الأرصاد الوطنية تتوقع أن يتغير الموقف جذريا بذوبان سريع للسلوج في وقت لاحق مع ارتفاع درجات الحرارة لمستويات ربيعية أعلى بكثير من درجات التجمد وأعلى من المستوى الطبيعي مصحوبة بأمطار قد تسبب سيولاً. العاصفة الثلجية وصفت بأنها الأسوأ على الإطلاق التي تضرب الولايات المتحدة وتسببت في مقتل عشرات الأشخاص، وفيما بدأت مساحات شاسعة من البلاد تتجاوز العاصفة الهائلة وعادت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى معدلاتها الموسمية، ما زالت مدينة بافلو تعيش الكارثة الكبرى. خلال هذا الشهر أعلنت الصين التخلي عن سياسة الصفر كوفيد، الأمر الذي دفع المواطنين إلى التهافت على شراء تذاكر رحلات دولية، فشهدت أسعار هذه البطاقات ارتفاعا شديدا. في المقابل أكدت السلطات الأمريكية أنها تنظر في احتمال فرض قيود على المسافرين الوافدين من الصين بعدما فرضت الهند واليابان فحوصات PCR إلزامية على الآتين من الصين. سياسة صفر كوفيد التي أعلنت الصين هذا الشهر التخلي عنها أثارت مخاوف عدة بلدان، منها الولايات المتحدة التي تفكر في فرض قيود على المسافرين الصينيين الوافدين إلى أراضيها. نظراً لبرودة شتاء القارس وما يتبعه من عيد الربيع حيث يسافر الكثير من الأفراد، قد يجعل تدفق الأفراد وخطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي المعدية في الشتاء وضع الجائحة أكثر تعقيداً. فالصيني عبروا عن فرح عار بعد إعلان بكين انتهاء فترات الحجر الإلزامية عند الوصول إلى البلد في 8 يناير المقبل، ويعني هذا القرار زوال آخر أركان السياسة الصينية المعروفة بصفر كوفيد والتي تعزل البلد منذ نحو 3 سنوات، وأثارت في أواخر نوفمبر الماضي احتجاجات لم يشهد لها مثيل من قبل، وأفضى هذا الإعلان إلى التهافت على شراء تذاكر رحلات دولية فشهدت أسعار هذه البطاقات ارتفاعا شديدا، غير أن الخارج تلقى هذا النبأ بطريقة مختلفة تماماً عن الصين التي تواجه إحدى أكبر موجات الإصابة في العالم ويزيد من شدتها تطور متحورات جديدة. كانت الجائحة في الصين مقتصرة بشكل أساسي على الحالات الوافدة، في كل مرة نكتشف فيها سلالات جديدة نعلن عنها في حينها، بما في ذلك الموجة الحالية، فقد كان هناك 9 سلالات أوميكرون، وشاركنا كل هذه النتائج مع منظمة الصحة العالمية. فقد أعلن مسؤولون في الولايات المتحدة أن السلطات الأمريكية تنظر في احتمال فرض قيود على المسافرين الوافدين من الصين بعدما فرضت الهند واليابان فحوصات PCR الإلزامية على الآتين من الصين. هذا الانقلاب المفاجئ في السياسة الصحية الصينية وضع حداً لنحو 3 سنوات من الفحوصات المكثفة والتدابير الخاصة بالإغلاق والحجر المطولة والتي أربكت سلاسل الإمدادات وزعزعت الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصادات في العالم. طلبت حكومة هونغ كونغ من اليابان إلغاء قيود مكافحة فيروس كورونا التي تقضي بهبوط رحلات الركاب القادمة من المركز المالي في 4 مطارات يابانية فقط، قائلة إن القرار سيؤثر على نحو 60,000 مسافر. هذا وتسجل هونغ كونغ نحو 20,000 إصابة بفيروس كورونا يوميا، لكنها رفعت القيود المفروضة لمكافحته لأول مرة منذ 3 سنوات.
عقد وزير الداخلية محمود توفيق اجتماعا مع عدد من مساعديه وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك لبحث استراتيجية العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية تزامنا مع بدء العام الميلادي الجديد وأعياد الإخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية. عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا مع عدد من مساعديه وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية الفيديو كونفرنس لبحث استراتيجيات العمل الأمني في المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية تزامنا مع بدء العام الميلادي الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية. في بداية الاجتماع أعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة في شتى مجالات العمل الأمني والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات، مشيرا إلى حالة الاستقرار الأمني على كافة الأصعدة رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحة العالمية. وتابع الوزير مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن استعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وانتشار القوات، ووجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، مشددا على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال استخدام التقنيات الحديثة ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، مؤكدا على أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية والاهتمام بالمظهر الانضباطي بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة، وكذا اعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم في سرعة الانتقال واحتواء أي مواقف طارئة. كما أكد الوزير على أهمية التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية ومراعاة البعد الإنساني عند التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما يمس أمن وسلامة الوطن والمواطنين وفقا للأطر القانونية، معربا عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم في تنفيذ المهام الموكلة إليهم. تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم ورشة عمل عن العدالة الثقافية وآليات تعزيزها، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا التي تهم الشارع المصري ضمن نقاشات الحوار الوطني. تتناول الورشة مناقشة عدة محاور حول العدالة الثقافية وأهميتها في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، بجانب التحديات التي تواجه تحقيق العدالة الثقافية وما هي الفرص للإسراع في تحقيقها، بالإضافة إلى آليات وأدوات تنفيذ العدالة الثقافية. تشتهر مدينة المطرية بالدقهلية بمهنة صناعة المراكب الخشبية، ورغم تعرض تلك المهنة للانقراض إلا أن هناك من صمم على الاستمرار في المهنة، ويبرع أهلال مدينة المطرية بالدقهلية في القوارب الخشبية والمراكب الشرعية في صناعة تعد من أحد موروثات التراث المصري القديم. باحترافية كبيرة ومهارة عالية تشتهر مدينة المطرية بالدقهلية بصناعة المراكب الخشبية، فالموقع المتميز للمدينة دفع ما يزيد عن 90% من أهاليها إلى العمل في مهنة الصيد، حيث تطل على بحيرة المنزلة مباشرة. ويبرع أهالي مدينة المطرية بالدقهلية في القوارب الخشبية والمراكب الشراعية وفي صناعة تعد من أحد موروثات التراث المصري القديم. أنا خدت المهنة عن والدي، احنا شغالين في المكان هنا من زمان قوي، انا تقريبا بشتغل من وانا عندي 8 سنين. اشتغلنا في مهنه الفايبر جلاس اول ما ظهر، طبعا وفر على الناس حاجات كتيره قوي. المركب بدل ما كان بيتعمل من خشب ومعجون وبويه، دلوقتي المركب بيتعمل من الفايبر جلاس، بدل ما يعيش سنه يعيش 10 سنين. صناعه المراكب بتاخد وقت كبير قوي، بتاخد صنعه جامده قوي، اكتر الشغل فيها يدوي، لازم 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 يدوي. صناعه المراكب الخشبيه تتطلب مهارات من صانعيها من اجل الحفاظ على ثبات المركب وسط المياه واثناء عمليات الصيد. بنصنع المركب اول حاجه بنعمل ترس، بياخد معنا مثلا حدود يوم، والمحاف اخدت بالك، وبنصنع بقى بنجيب العيدان الاول وبعد كده الارداف، فبنبدا بقى نخلصها مرحله خدت بالك، يعني العيدان وبعد كده الارداف وبعد كده بقى نحاول نخلصها فوق. فبرضك يعني حدود برضك بتاخد معنا برضك يوم او اثنين، فمرحله لغايه ما تخش مثلا الفايبر، بنبدا بقى هو بقى فايبر الشغل، نروح احنا بقى نشطب نجهز لها البراويز برضك بتاخد لها برضك يوم او اثنين.
فتبدا بقى نخلصها خالص، فبحيث ان هي تنزل تمشي في الميه وكده، ودي اخر مرحله. المطريه مشهوره لان هي يعتبر المطريه ما شاء الله فيها اكتر النجارين اللي هم شغالين هنا، فما شاء الله بيشتغلوا بره. المطريه تسال عن المطريه، المطريه ما شاء الله كلها يعني ناس كويسه بيشتغلوا وناس معلمين، فهي دي المطريه مشهوره بالنجاره. مراحل صناعة المركب تبدأ برسم مخطط تفصيلي يحدد التصميم والأبعاد، ثم يتم تجميع المواد الخام للبدء في تكوين الهيكل الداخلي للمركب مع تقسيمه لأجزاء، وبعدها إعادة الهيكل الخارجي له وتغليفه. صناعة مركب الصيد تستغرق من أسبوع لعدة أشهر وفقاً لحجم المركب، حيث تبدأ الأطوال من 20 متراً وعرض 5 أمتار، وقد يصل طول المركب إلى 40 متراً بعرض 6 أمتار، ويستخدم في صناعة المراكب خشب أشجار التوت والكافور والسويد لمتانتها وقدرتها على تحمل مياه البحر المالحة. ونتحول معكم لمتابعة أهم أنباء المال والأعمال. تصحبنا فيها زميلة ميرنا إيهاب. إليك ميرنا. شكراً لكما فاطمة وليلى، والآن جولة اقتصادية جديدة محلياً وعالمياً. دشن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا المرحلة الأولى من مشروع غرفة التحكم والمتابعة الآلية لمنظومة تكرير وتصنيع البترول بمصافي التكرير بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك في إطار التوسع في مشروعات التحول الرقمي. وأكد الملا على أهمية مشروعات التطوير والرقمنة في تدقيق البيانات لسرعة اتخاذ القرار في التوقيت المناسب، خاصة في مجال التكرير الذي يعد الركيزة الأساسية في استدامة تأمين احتياجات السوق المحلية والقطاعات الاقتصادية من المنتجات البترولية. ووجه الملا بالإسراع في تنفيذ كافة مراحل المشروع والمراجعة الدورية لكل مرحلة، فضلا عن الاستعانة بالكوادر الشابة. كما تابع الملا سير العمل في غرفة رصد حركة نقل وتداول المنتجات البترولية من المستودعات إلى نقاط البيع وأماكن الاستهلاك من خلال تطبيق التكنولوجيات الرقمية الحديثة وتطبيقات التحول الرقمي. وفي أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط، حيث أضعف ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصين الأمال في تعافي الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بنسبة 0.5% إلى 82.84 دولار للبرميل، بينما هبط الخام الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 78.46 دولار للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.31% لتصل إلى 3.23 دولار للتر. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.8% لتسجل 4.55 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجعت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم آخر جلسات عام 2022 باستثناء المؤشر العام لبورصة البحرين والذي ارتفع بنسبة 0.83%. وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.7%، وهبط المؤشر الرئيسي بسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة تقدر ب 0.28%. وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالية بنسبة 0.45%. كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت بنسبة 0.21%، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 1.6%. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى فاطمة وليلى. شكراً ميرنا إيهاب على هذه الوقفة الاقتصادية. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، ولم يتبقى سوى تذكير بأهم ما ورد بها من عناوين. الرئيس السيسي يتلقى التهاني بمناسبة العام الميلادي الجديد من كبار رجال الدولة وأعضاء الحكومة.
مدبولي يعلن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة ويترأس أول اجتماع للجنة إعداد مؤتمر ترويج الاستثمار. بوتين يشرف على بدء تشغيل سفن حربية وغواصتين نوويتين ويتعهد بإنتاج المزيد. وبختام العناوين نصل معكم لختام نشرة السادسة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.